لو خايفة على وعدك هنا، أنا جابلك الفلوس خديها وامشي. أنا فعلا همشي، بس مش الترم ده، لأني طبعا مش هلحق أدور على سكن. وأنا دكتورة وفي كلية طب ودافعة السنة كلها، يعني لو ملحقتش أدور على سكن الترم اللي جاي هقعد الترم ده والترم اللي جاي كمان، يعني قاعدة قاعدة. انا هطلب سوشي، هطلب لك معايا. اتفضل. مساء الخير. مساء النور، اتفضلي. ايه اتاخرت النهارده يعني؟ معلش انا اسفه والله، بس تيتا كانت تعبانه شويه، حتى انا جاي استاذن منك ان انا هغيب يومين، هروح اطمن عليها وارجع على طول. لا الف سلامه عليها. طيب تحب اوصلك تطمني عليها وترجع على طول؟ لا طبعا ما ينفعش. ازاي انا كده مش هتاخر لانه لازم اجي ادور على سكن جديد. ليه، ماله السكن اللي انت فيه؟ لو قلت لك هتصدقني؟ اه اكيد هصدقك. قولي. انا طول الليل بسمع بنات عماله تصرخ وتعيط، لما بصحى ادور ما بلاقيش حد. لا اكيد بتهزري، مفيش حاجه اسمها كده يعني، يمكن بس عشان انت بعيد عن اهلك فاعصابك تعبانه شويه. بص انا ممكن اخدك يعني اوديكي تطمني عليها وتقعدي معايا خميس وجمعه وارجع اجيبك يوم السبت. لا مش عايزك تتعب نفسك. ميرسي، انا مش هتاخر والله. بصي يا هناء، انا هقول لك على حاجه. انا من ساعه ما شفتك وانا حاسس ان انا مسؤول عني، حاسس ان اعرفك من زمان، يمكن تبقي بعدت شويه ورجعت تاني، بس انا من اول مره شفتك فيها وما تسالنيش فين وازاي وليه، انا من اول مره شفتك فيها وانا متعلقه بيكي. انا مش عارفه اقول لك ايه، بس انت تقريبا اختصرت كل اللي انا حاساه بقالي فتره، بس كنت مكسوفه اقول لك. طيب تمام، يبقى اوديكي لتيتا والمره اتعرف عليها وعشان عايزها في موضوع مهم. ماشي. ولا كلمة. انزلي انزلي. انا كنت بتصرف جدا والله. سكسوف قوي. ايوه طبعا يا ستي. امال ايه؟ ايه ده يا هنا ومنى اهو. ايه ده، انتوا رايحين فين؟ رايحين نجيب شنطات كده وجايين على طول. مش عايزه حاجه باكل. اه عايزه اكل ايس كريم، استنى هاجي معاك. لا انا مش قادره بجد، تعبانه جدا. بقول لك يا عمرو، انا لسه سامع ان في طلعت ايس كريم، خد الجنيه ده هات لي علبه ايس كريم. يا ابني تملي كده، فضحنا وجايب لنا الكلام، هجيب لك انا الايس كريم خلاص. لا لا انا اللي عازماكوا، اصل بجد انا فرحانه قوي وطايره من الفرح. بجد؟ انت اللي هتعزمي؟ طب انا عايز سندوتش بولدوج. بولدوج ايه يا ابني؟ ما تكسفناش، هجيب لك انا الايس كريم اللي انت عايزه. لا انا مش عايز ايس كريم، سقف المطالب عالي، انا عايز سندوتش بولدوج. بولدوج ايه؟ انت عارف يعني ايه اصلا بولدوج؟ ما تغيرش الموضوع، انا عايز سندوتش بولدوج. حاضر حاضر انا هجيب لك. طب استنوا، هطلع اغير هدومي انا ومنى وننزل نيجي معاكم، ماشي؟ يلا. عارفه لما كنت شويه والله العظيم هزعل مني. ممكن افيض. هات الجنيه. ما الحلال ده؟
يا سلام يا سلام على الروقان. ايوه يا ستي. اعمل ايه بقى؟ بحب اسمع مزيكا وهنا ممنوع. بسمع مع نفسي. احنا بصراحه بقينا مستغربين المكان هنا وبندور على مكان تاني بس مش لاقيين. ايه ده؟ هي اللي اسمها شيرين ضايقتكم انتوا كمان؟ ده حتى سماح بتدور على مكان تمشي النهارده قبل بكره. هي لسه شيرين بتضايق سماح؟ ده يا ريت على كده وبس، دي ربت لها الخفيف، بقت تصحى تصرخ وتشوف حاجات بالليل. بقول لك ايه، حالتها بقت صعبه قوي. شفتي؟ عشان انا بقول لك ان انا بسمع اصوات وبشوف حاجات انت ما بتصدقينيش. يا ستي يمكن من الكليه اللي هي بتدرسها اعصابها تعبانه. طلبتوا ايس كريم؟ ايوه. وصل اوضتكم. ميرسي. عفوا. ازيكم يا بنات؟ ازيك يا سماح؟ على فكره انا ومنى كمان بنسمع نفس الاصوات اللي انت بتسمعيها. امبارح سمعنا صريخ ونزلنا عشان نشوف جاي منين، طلعت لنا نسمع مش هبدي قعدت تزعق فينا وتقول اطلع فوق، طلعت لنا نجري على السلم وما عرفناش الصوت ده جاي منين. انا بقى اترعبت امبارح بالليل، دي اللمبه كانت هتتحرق وتولع فيا، دي نيلي قامت مخضوضه عليا. يا نهار اسود، يعني كده حد تاني اللي كان بيصوت مش انتي؟ انا فعلا زهقت من المكان ده ولازم امشي. الو فلة اتخطبت؟ يا ما انت كريم يا رب. والله ده انا حاسس ان ربنا هيكرمني بعد ما بعدت عني. يا اجمل خبر في حياتي. اقفل. فلة اتخطبت؟ ايوه يا مارو. وانت فرحان؟ في قمه سعادتي. انت ابني ما عندكش دم يا ابني، انت اللي مغيب. بكره كده تبقى نجم، تعرف نيلي كريم، منا شلبي، وساعتها تندم انك عرفت في يوم من الايام فلة ووردة. الو. مين معايا؟ يا فندم انا.
بجد؟ طيب طيب بكره هنكون عند حضرتك. في ايه؟ والله والحظ ولعب على بابنا يا مارو. ايه اللي حصل؟ اللي حصل؟ مش انا قلت لك فله دي لما تبعد النحس كله هيتفك؟ المخرج كلمني وعايزنا بكره عشان نمضي المسلسل. اتكلم بجد؟ والله العظيم بتكلم بجد. يا حلوت ايامنا يا مارو. والله وحلوت احلوت. والله وحلوت احلوت. والله وحلوت احلوت. احلوت احلوت. انتوا بتغنوا ليه؟ ها؟ انتوا فرحانين ليه؟ احلوت. هو في ايه؟ ها؟ ايه؟ ما تجيب حد يا سيدة. اهي اهي واهي كمان اهي. في ايه بقى؟ في ايه؟ حصل لها كده ازاي؟ يا بنتي دي بتقول في حد اتدخل اتدلق على وشها بطاس. لا لا يا جماعه، انا كنت نايمه جنبها على السرير ما حسيتش ان في حد غريب دخل الاوضه. يا بنات مفيش غريب يقدر يخش الغرف بتاعتكم، في ايه؟ ولا حتى يعتب باب الفيلا. اهم حاجه يا بنات محدش يقرب منها خالص، لانه ده فيروس منتشر ممكن جدا تتعدوا. انا خايفه عليكم. بعدين مش هي دكتورة وشاطرة؟ تعالج نفسها. الإسعاف وصلت بره. ما تخافيش يا سماح، إن شاء الله هتقومي بالسلامة. ما تخافيش. هو لا حول الله يا رب. يا ساتر يا رب. إيه ده؟ أعوذ بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله. أعوذ بالله. يا ساتر يا رب. لا حول الله يا رب. يا إله إلا الله، إيه ده؟ هو في ايه؟ ازاي ده حصل؟ هي اتحرقت ازاي؟ اكيد كتل شاي. كتل شاي ايه بس اللي يعمل فيها كده؟ لا انا مش عارفه ايه اللي حصل. انا كنت نايمه وصحيت على صريخها، ولما صحيت لقيت شيرين بتقول ان هي جالها فيروس عشان هي كره الطب، بس هي نفسها بتقول لا ان شيرين دلقت على وشها بطاس. وانا بصراحه مش عارفه اعمل ايه، انا خايفه قوي ومش عارفه اتصرف. معقول شيرين تعمل كده؟ أناسة شيرين؟ لا يمكن تعمل حاجه زي كده. لا طبعا، ده اكيد فيروس، وبعدين دي لسه طالبه يعني، فاكيد ما خدتش بالها كويس. المهم ربنا يستر عليها ويستر على باقي زمايلها اللي هنا في الدار. يستر علينا احنا، انا ابتديت اتهرش. لا احنا لازم نروح نطعم. هتطعمي؟ حر، تعالى بقى بينا نروح نطعم عشان انا ابتديت اتهرش. رد عليها مروان. لا صاحبك مش عايز الطعم، هو حر. تعال بينا احنا بقى نروح للطعم. احنا سيبك منه. ايوه سيبك منه، يلا سيب. هما كلهم مشوا وسابوني ليه؟ وانا هطعم لوحدي ولا ايه؟ Such a perfect place.
ايه اخرت اللي بتعمليه ده؟ 100 مره اقولك ابعدي عن بنات الدار، انت كده هتفتحي العيون حوالينا. انا بكلمك. ايه يا روحي؟ في ايه؟ ده انت هتستهبلي، كفايه اللي بتعمليه ده، انت فاهمه؟ هو ايه اللي انا بعمله؟ اللي انا بعمله ده هو اللي انت نفسك تعمليه من زمان ومش عارفه، واللي انا بعمله ده هو اللي بدأ موسى بيه قبل ما يموت، ولا انا غلطانه؟ يا بنتي انا خايفه عليكي، بدل ما نبقى ضد بعض نبقى مع بعض، صدقيني انا خايفه عليكي. لا ما تخافيش عليا، انا بعرف اعمل كل حاجه لوحدي ومش محتاجه مساعده من حد. يبقى الشيطان اللي جواكي ده انا هعرف اخرجه كويس، لاني انا فريده ممتاز. ايوه كده، الوش الطيب وبحبك وخايفه عليكي كانش لايق خالص، الوش ده بيرفكت. وحشني قوي القلم ده. ما تقلقيش يا حلوه، من هنا ورايح هتشوف الوش التاني. ايوه بقى، ايوه بقى، خلي الحياه تحلو وترجع تاني، عشان انا بحب التحدي. وانا قبلت لان انا فريده ممتاز. ايه ده؟ مين اللي جاي لنا ده؟ امر يا باشا. مقدم حسين همام رئيس المباحث، عايز اقابل صاحبة الدار. هو انتوا جايين عشان الدكتورة سماح اللي اتحرقت؟ سماح مين اللي اتحرقت؟ لا يا فندم، لا ما فيش حاجة، ده هي بس اكمنها يعني شغالة في كلية الطب، فجالها فيروس من المشرحة اللي هي شغالة فيها، انما هي ما رجعتش لسه من المستشفى عشان نعرف ايه اللي حصل لها بالظبط. هو مين المسؤول اللي هنا؟ سعيد مسعود أبو سعد رئيس المنطقة الأمنية هنا. رئيس المنطقة؟ طب تعالى وريني صاحبة الدار فين. اتفضل يا فندم. يلا اتفضل. الباشا عايزك فندم. المقدم حسين همام رئيس المباحث. اهلا وسهلا. جاي مع الاستاذ رأفت سليمان والد سحر الطالبه في كليه اثار. سحر بقالها يومين تليفونها مقفول، ولما جه سأل عليها هنا قالوا انه سابت المكان وسافرت. طب سافرت ازاي وهي لسه راجعه من اجازتها ما كملتش اسبوع؟ وبعدين لما سالنا عليها في الجامعه زمايلها قالوا انها ما بتجيش. انا ايه دخلي بالموضوع ده خالص؟ انتوا كدابين، كلكم كدابين. انتوا اكيد عملتوا حاجه ببنتي. انت قصدك ايه؟ انا عايز اعرف بنتي راحت فين، وخصوصا ان هي كانت دايما بتشتكي لامها من بنتك، وانها كانت بتضايقها واخر مره هددتها. انت قصدك ايه بالكلام ده؟ مساء الخير. خير حضراتكم مين؟ انت اللي مين؟ انا شيرين، شيرين موسى دليل، صاحبه الدار. هو انت بنتي فين؟ مين ده؟ الأستاذ رأفت والد سحر بيقول إن سحر آخر مرة كلمت والدتها اشتكت منك، وبتقول إنك بتتخانقي معاها وتوعدتيها وبعد كده اختفت، ولما جه سأل عليها هنا قالوا إنها سابت البيت وسافرت البلد. أنا ما اتخانقتش معاها خالص، أنا بس شديت معاها شوية، وبصراحة هي سلوكها ما كانش كويس، واخر مره دي تحديدا انا حذرتها مش هددتها، حذرتها لانه كان في شباب بيوصلوها لغايه الدار، ودي دار محترمه وفي بنات ناس هنا، لازم نحافظ على سمعه المكان. انا بنتي استحاله تعمل كده. طيب انا ما كنتش حابه اني اقول الكلام ده قدام حضرتك ومراعيه مشاعرك، لكن للاسف انا مضطره اقول لك انه
سحر هربت مع الشاب اللي كان بيوصلها كل يوم وش الفجر، واحنا متأكدين من الكلام ده. وانا اضطريت مرة ان انا اقفل باب الدار واخليها تبات برا. انت كدابة، بنتي متربية كويس، مستحالة تعمل الكلام اللي انت بتقولي عليه ده. هي فعلا متربية كويس قوي، وانا مستوعبة انفعال حضرتك، لكن انا هثبت لك كلامي. سعيد لو سمحت روح عند ام شهاب. تحت امرك. طب طالما هي سلوكها كده ما اتصلتيش باهلها ليه وبلغتيهم؟ لا انا ما اقدرش اتصل باهلها لانه دي مش دار لتعديل السلوك للطالبات، دي دار سكن، لما بنلاقي طالبه سلوكها مش كويس بنطلب منها ان هي تمشي. ما طلبتيش منها ليه انها تمشي؟ طلبت منها، والله طلبت منها انها تمشي، بس هي ما رضيتش وتعاملت معايا بشكل مش كويس. حتى اسال مدام فريده. فريده دي والدتك صح؟ ام شهاب هي اللي مسؤوله عن البنات هنا في الدار، كلهم بيحبوها وبيثقوا فيها، بيعتبروها زي مامتهم. ام شهاب. ام شهاب. نعم يا نسرين. يا ريت تحكي للباشا سحر كانت بترجع متاخر قد ايه، وكان في شباب بيوصلوها ولا لا؟ ايوه سحر كانت بتيجي متاخر، كل ليله كان شاب جديد بيوصلها، ولما عاتبتها الأنسة شيرين كانت بترد عليها بطريقة مش كويسة. أنا متأكد إنه عملت ببنتي حاجة، أنا بتهمهم يا حد الظابط إن هم اللي خطفوا بنتي. هنخطف بنتك ليه؟ روح دور عليها. أنا عارف بنتي كويس. طبعاً أنا متأكدة إن حضرتك عارف بنتك كويس، بس سامحني حضرتك مطلق مامتها بقالك فترة، و بقالك تقريبا سنة ما بتشوفهاش ومتعرفش حاجة عنها. وانت عرفت ازاي؟ هي حكت لأم شهاب، وأم شهاب حكت لي. أم شهاب وأنا قريبين جدا زي الإخوات بالظبط. البيت ده فيه حاجة غريبة بتحصل، بدليل البنت اللي اتحرقت امبارح. هي اتحرقت ازاي؟ وانت مالك؟ هي كانت بنتك هي كمان؟ لا مش بنته، بس انا عايز اعرف ايه اللي حصل لها. هي ما اتحرقتش وسامعها كويسة. كويسة ازاي؟ ما انتوا ولعتوا فيها. سامح طالبة في كلية الطب تقريبا جالها فيروس لمرض جلدي، مسكينة. مرض جلدي يحرقها؟ يعني أظن كده، أنا مش دكتورة بس حضرتك ممكن تسألهم في المستشفى. إيه الصوت ده؟ في عمال شغالين فوق عندنا بيعملوا صيانة للحمامات. عايز أشوفهم. أوي أوي يا فندم، حضرتك تنور، اتفضل.